والله الانطباعات اللي جايه كلها مشرفه، خليها الواحد مبسوط يعني انه عمل التجربه. والله يا احمد مطيع جدا فوق الخيال يعني، وقعدنا مع بعض بروفات ترابيزه كتير انا وهو المؤلف الاستاذ لؤي السيد، ووصلنا لمفهوم للفيلم واشتغلنا عليه كلنا. يعني انا اكتر راضي عن الادبي يعني التقدير الادبي والناس اللي رضت. استاذ ايمن بقى هو اللي هتلاقيه متابعها وفاهم هي رايحه فين بالظبط، انا لسه خبرتي قليله شويه يعني.